كابتن سعد، هل اعطى المنتخب السعودي احترام زائد لمنتخب الاوروغواي اليوم؟ فرص كثيره لكن في النهايه خسر المنتخب وخرج من البطوله. الحمد لله على كل حال. لعبنا مع فريق تقريبا يعني يعتبر بطل امريكا الجنوبيه، لابد انك تعطيه احترام ولابد انك تلعب على جزئيات مهمه بالنسبه لنا. في النهايه ادينا مباراه جيده. اللاعبين أدوا الشيء المطلوب منهم، كنا نحتاج فقط الناحية الهجومية يكون عندنا تركيز أكثر، جرأة أكثر، ثقة أكثر، ولكن الحمد لله رب العالمين ما نقدر نطلب من اللاعبين أكثر مما قدموا. احنا نعرف الفوارق ما بين المنتخبات اللي لها باع كبير في كرة القدم، ولكن أتينا لكأس العالم حتى نحدد أن الفوارق هذه ممكن يعني تتلاشى بالإرادة وبالإصرار، وهذا اللي صار لله الحمد. الفوائد التي خرج بها من هذه البطوله، وهل انت تشعر بالرضا عن ما قدمه المنتخب؟ انا فخور، مش بس اشعر بالرضا، انا فخور باللاعبين، فخور بما قدموه. الان نحتاج انه اللاعبين يعني يجدون الاهتمام اكثر من خلال الانديه، من خلال المشاركات مع الفريق الاول، ومن ثم ان شاء الله حيصير عطاءاتهم افضل وافضل ان شاء الله. شكرا لك كابتن سعد. شكرا. ما قصرت. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، قدر الله ما شاء فعل، حاولنا نظهر بالشكل المطلوب منا، مو في كل مباراه يكون عندك التوفيق، مهما سويت مهما فعلت، يعني من كاس اسيا الحمد لله وخلاص خلصنا من النهائي وكنا نشتغل فيه، خلصنا في المباراه دي وحاولنا نسجل فيها، لكن يظل هو شيء واحد هنا ان كلمه السر للمنتخب هذا سعد الشهري، يعني شاء من شاء وعمر من ابى، سعد الشهري هو كلمه السر للمنتخب هذا، ان شاء الله اللي بنحاول نقدم استطاع نعطي صوره افضل للمنتخب السعودي في الوجهه القادمه ان شاء الله. ان شاء الله عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك، وتستاهلون على ما قدمتم. حبيبي الله يخليك، شوف اذا بتمدح احد وبتكلم احد، سعد الشهري هو اللي صراحه يستاهل كل شيء، احنا كنا كادوات وهو كان اللي يستخدمنا، فهذا اللي هذا عمل يده، وان شاء الله الافضل من الجاي ان شاء الله يا رب. ان شاء الله عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك. شكرا عبد الرحمن، ما قصرت واحد.